البنك المركزي التونسي تمويل مشروع الميزانية التكميلي لعام 2020 للمرة الثانية. رفض الطلب للمرة الثانية فيما بدا خلافا غير مسبوق بين الحكومة والبنك، خلاف تردد صداه في لجنة المالية بالبرلمان. البنك المركزي يبحث عن ضمان قانوني للموافقة على تمويل العجز للسماح للحكومة بالاقتراض من البنوك العمومية. الاقتراض تم خلال 9 أشهر تعداو، والبنك المركزي على علم بذلك، وما يقوم به اليوم هو تنصل من المسؤولية، لأنه احنا في ظروف استثنائية وفي ظروف جائحة، ولجنة المالية موقفها مستقر منذ قانون المالية متاع 2020، وأن التقديرات التي تقدمت لنا هي تقديرات خاطئة. البنك المركزي يحذر الحكومة من الاقتراض من البنوك العمومية بسبب خطر زيادة نسبة التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية وتدني الترتيب السيادي للدولة، فنسبة المديونية العامة تجاوزت 90%. ظروف قد تدفع لجنة المالية إلى ترحيل مشروع القانون إلى جلسة عامة للبرلمان، حيث يمكن توفير غطاء قانوني للبنك المركزي عبر تعديل المشروع المقدم من الحكومة. المسألة خطرة وخطرة جدا. المالية العمومية لم تصل منذ الاستقلال لم تصل إلى هذه الوضعية. نسبة العجز ميزانية الدولة في حدود 13.8%، رقم مفزع ومخيف جدا. يتخوف خبراء من سيناريوهات قد ترافق مناقشة مشروع القانون التكميلي في الجلسة العامة، في وقت اعتبر فيه رئيس لجنة المالية في البرلمان أن فشل الحكومة في توفير التمويلات اللازمة للميزانية قد يضع حكومة هشام المشيشي بأكملها في خطر. في وقت تسعى فيه الحكومة للخروج من مأزق تمويل مشروع ميزانية 2020، تتصاعد المطالب الاجتماعية في مختلف الجهات الداخلية، سيناريو لم تشهده تونس قبلا ولا أحد قادر على توقع مآلاته في ظل ضبابية تغطي المشهد. علي القاسمي، العربي.